صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الأحد بإذن الله بتراجع الحالة الجوية اللي أثرت على المملكة في الأيام القليلة الماضية، وترتفع درجات الحرارة قليلا في عموم المناطق، ولكن المناطق الشمالية هناك أجواء مائلة للبرودة، وطبعا احتمالية تشكل الضباب في أجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة حائل وأيضا منطقة الجوف. وطبعا في مناطق الجنوبية الغربية هناك احتمالية لهطول زخات من الأمطار رح تكون رعدية بإذن الله، بينما مناطق الشرقية ومناطق الوسط هناك أجواء دافئة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة بإذن الله نهار اليوم الأحد على العاصمة الرياض 28 مع أجواء غالبا صافية، الملموسة 27 ونسبة الرطوبة 48% وسرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة لتكون شمالية غربية خفيفة السرعة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا، وسكاكا نهارا بتسجل 24 مع أجواء غائمة جزئية 13 ليلا، عرعر وتبوك 21 نهارا و12 درجة مئوية بتسجلها ليلا مع أيضا أجواء غائمة جزئية. أما مناطق الغربية والمدينة المنورة 27 نهارا مع أجواء صافية 18 ليلا، جدة أجواء غائمة جزئية 29 نهارا 21 ليلا، ومكة المكرمة 31 نهارا و19 درجة بتسجلها ليلا مع أجواء صافية، والطائف 23 نهارا و13 درجة مئوية بتسجلها ليلا مع أجواء صافية بإذن الله. أما المناطق الجنوبية الغربية وأبها 22 نهارا 11 ليلا مع احتمالية لهطول زخات من الأمطار رح تكون رعدية، وجازان 28 نهارا 25 ليلا وأيضا احتمالية هطول زخات من الأمطار رعدية. أما الباحة هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 20 نهارا و13 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام، غيوم متفرقة 31 نهارا 19 ليلا، حفر الباطن 25 نهارا وأيضا غيوم متفرقة بإذن الله 14 ليلا، والإحساء 32 نهارا وبتسجل ليلا 19 درجة مئوية مع أيضا غيوم متفرقة. أخيرا ننتقل إلى مناطق الوسطى والرياض 28 نهارا 15 ليلا، بريدة 24 نهارا 12 ليلا، وحائل 20 نهارا 11 درجة مئوية بتسجلها ليلا مع أجواء غائمة جزئية، والله تعالى دائما أعلم وأعلم. متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب. إلى هنا إلى اللقاء.